تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي. معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومعاي اليوم مخرجنا المبدع دائما أيمن سرحيل، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. تقدرون مستمعين تتواصلون معنا عبر الأرقام التالية 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لهيئة صحة دبي. اللي ما أخذ اللقاح يبادر بأخذ موعد للقاح، واللي أخذ جرعة الأولى يتأكد أنه يلتزم بموعد جرعة الثانية. التطعيم هي إحدى السبل اللي رح نوصل للحياة الطبيعية ما بعد كوفيد، فاللي ما أخذ اللقاح يبادر بأخذ اللقاح. وننتقل إلى الخبر العلمي لليوم. يقول نقص فيتامين أشعة الشمس قد يضعف وظيفة العضلات. من المعروف أن فيتامين أشعة الشمس الموجود أيضا في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والجبن والفطر يلعب دور كبير في قوة العظام. ومع ذلك في التجارب التي أجريت على الفئران وجد باحثون أستراليون أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د يقلل من وظيفة الميتوكوندريا اللي تقوي العضلات. وقال الفريق إن هذا من المحتمل أن يقلل من وظائف العضلات والأداء والتعافي. وعلاوة على ذلك تشير النتائج إلى أن منع نقص فيتامين د لدى كبار السن قد يكون لديه القدرة على المساعدة في درء التنكس العضلي اللي مرتبط بالعمر. وقالت الدراسات الحديثة أن نحو 4 من بين كل 10 أشخاص في سكان أوروبا يعانون من نقص فيتامين د، وتظهر النتائج أن هناك صلة واضحة بين نقص فيتامين د والقدرة التأكسدية في العضلات الهيكلية. ويقترح الباحثون أن نقص فيتامين د يقلل من وظيفة الميتوكوندريا. الميتوكوندريا مستمعين هو عبارة عن جهاز صغير ومميز، وظيفته الأساسية هي إنتاج وتوليد الطاقة. هذا كان خبرنا لليوم، وننتقل إلى أسماء الجناحي بتعطينا آخر مستجدات وسائل. أسماء بعدها ما موجودة، فلين ما أسماء تكون موجودة مستمعين الأعزاء أذكركم أن هيئة الصحة أصدرت تعميم جديد عن اللقاحات، وبالأخص عن فئة المرضعات والمقبلين على الزواج. التعميم هذا انصدر قبل كم من يوم مستمعين الأعزاء، ويقول أن أصبح بالإمكان للمقبلات على الحمل الحصول على اللقاح إن كنا راغبات في ذلك. يقدرون يبادرون ويحصلون على لقاح فايزر بايونتك إذا هم يبون يحملون ويبون يحصلون على اللقاح. ما في أي إشكالية، يقدرون يحصلون على اللقاح ويحملون في أي وقت، وهذا الشيء ما رح يأثر على عليهم أو على الجنين. وبعد نفس الشيء للمرضعات، ما له داعي إنهم يوقفون رضاعتهم الطبيعية قبل التطعيم أو بعده، وهذا الشيء يخص لقاح فايزر بايونتك أيضا. هذا كان التعميمين اللي صدروا بخصوص المرضعات والمقبلات على الحمل. ومن التعميم ننتقل لأسماء الجناحي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباح الخير،
صبحكم الله بالنور والسرور دكتور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة مرسل. قبل ما نبدأ نقول لك ألف مبروك على المنصب الجديد أسماء، وشو عندك من آخر المستجدات غير خبرك أنت، شو عندك بعد غير؟ شكرا شكرا دكتورة. الحين من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها كان أنت كنا حاطين نصيحة حول السعرات الحرارية. من ضمن الأشياء اللي كانت إنه ممكن أشخاص يمارسون الرياضة قبل الإفطار أو بعد الإفطار. بعض الملاحظات كانت تكون مثلاً لا، وإنه يعني مو بزين قبل الإفطار، لكن هي مثبتة إنه قبل الإفطار بساعة، يعني واحد ما يعني أكيد ما بيصير تمارين بعد الظهر. دائماً ننصح الأشخاص إنه اللي مثلاً يبغى يخسر الوزن قبل الإفطار بساعة، عشان إنه خاف يكون قريب الإفطار، يعني ممكن إذا عطش لا سمح الله ولا شيء على طول ممكن يفطر على وقت الأذان. بعد الإفطار بساعتين هو يفضل للأشخاص اللي مثلاً يسيرون الجيم أو مثل أشخاص اللي عندهم أمراض معينة، يفضل إنه بعد الإفطار هذا. لكن إنسان الصاحي ممكن يمارس الرياضة قبل الإفطار بساعة. أيضاً من ضمن الأشياء اللي حطيناها ماذا يحدث للجسم عند الصيام، من النشرات اللي الأشخاص يعني كان فيها يعني تفاعل، خصوصا تشوفهم يحطون شيرينج اون ستوريز، فكانت من الأشياء اللي يعني وايد كانت مهمة عند الناس. وأيضا كان هناك فيديو بعض الأشخاص طالبونا ببعض المعلومات حول المرضعات والمقبلات على الحمل، من وتم وضع فيديو من قبل يعني دكتورة منى تهلك اللي هي استشاري أمراض النساء والولادة ومدير تنفيذي مستشفى الطيفة، تتحدث عن تقنية حمض الريبوز بالمرسال أو mRNA، وهو تقنية المستخدمة في فايزر بيونتك، و يعني المقبلات على الحمل والمرضعات. فاللي يبغى معلومات زيادة بتكون هي آخر بوست حطيناه نحن البارحة، ففي المعلومات اللي ممكن هم يشوفونها. إذا عندهم أيضا مجموعة من الأسئلة ممكن أيضا يرسلون إياها، ونحن بنسوي النشرات المتعلقة بهذا الموضوع حسب الأسئلة اللي توصلنا. أغلب النشرات اللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي هي بناء على استفسارات وأسئلة الجمهور. أيضا من ضمن الأشياء اللي وصلتنا أن هل يعني الحوامل ممكن يأخذون اللقاح؟ في الوقت الحالي الحوامل مش من ضمن الفئات اللي مسموح لها تأخذ اللقاح في هيئة الصحة. تقريبا هاي من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع إذا عندكم أي ملاحظات ولا خذوا تطعيم وكانوا يعني يشاركونا أيضا تجربتهم في أخذ اللقاح، وننصحهم أيضا يشجعوا الناس اللي حولهم أن يأخذون اللقاح، لأن هاي هي الطريقة أو أحد الطرق الرئيسية عشان نحن نطلع من هذه الجائحة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة إن شاء الله بإذن الله راح نوصل إلى مرحلة ما بعد جائحة كوفيد بإذن الله. فمثل ما قالت اسم الجناح تحدثت عن العديد من الأشياء اللي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، راح نتحدث عن بعض هذه النقاط. لكن مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم نكمل باقي حلقتنا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما ناخذ فقرتنا الثانية حابة شوي أتكلم عن اللي قالت عنه أسماء، عن الوقت المثالي لممارسة الرياضة في شهر رمضان. تحدثت عن ما قبل الإفطار، إحنا نسميها بالساعة الذهبية. إذا أنت كنت حاب تخسر من وزنك فأفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل ما أنت تفطر، بس طبعا فيه معايير معينة للشخص لازم يكون يعني يستوفيها قبل ما يمارس الرياضة قبل الإفطار. من ضمنها
أن يكون هو في صحة جيدة، أن المكان اللي يمارس فيه الرياضة يكون مو بوايد حار، يكون شوي مظلل يعني مو تحت أشعة الشمس المباشرة، ويحاول قدر الإمكان أنه يكون في الوقت الأقرب للإفطار، وبعد أنه هو ما يمارس الرياضة لفترة جدا طويلة، 40 نص ساعة على 40 دقيقة تكفي، فهذا أحسن وقت عشان خسارة الوزن. لكن أيضا في وقت تاني أيضا إحنا نفضل أنهم يمارسون فيه الرياضة اللي هو بعد الإفطار بساعتين، أيضا هو يعتبر من الأوقات الذهبية لممارسة الرياضة في هذا الشهر الفضيل. ومن الرياضة راح نتحدث عن الإفطار الصحي. إحنا نعرف أن مائدة رمضان تكون متنوعة وفيها الكثير من الأطعمة والمشروبات، وفيها النافع وفيها الضار، وعشان إحنا ما نفرط في نوعية معينة من الأطعمة اللي ممكن تسبب لنا مشكلات صحية لازم إحنا ننتبه للي ناكله. وعشان نتحدث بشكل تفصيلي عن الإفطار الصحي يسعدنا أن نستضيف اليوم معنا عبر الهاتف الأستاذة مريم علي، أخصائي أول تغذية سريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة مريم. صباح الورد دكتورة هند، وحياك الله ومبارك علينا وعليكم الشهر الفضيل. وعلينا وعليك مريم حبيبتي. لو تحدثينا عن طاولة الإفطار في شهر رمضان تكون عامرة بمختلف المأكولات والمشروبات، شو هي أهمية التنوع والقيمة الغذائية والصحية لهذه الطاولة؟ نعم، في البداية بنتكلم أول شيء عن دور الصيام بشكل عام، أن الصيام يؤثر بشكل إيجابي على الصحة، وهو يعتبر عامل وقائي وعلاجي في حل كثير من المشاكل الغذائية، وله نتائج وفاعلية أفضل من أكثر من أي نوع من أنواع الحميات الغذائية المنتشرة في الوقت الحالي. ويعتبر فرصة الحين أعزائنا المستمعين أن نبتدي بنظام حياة صحي وأسلوب حياة صحي جديد في هذا الشهر الفضيل. مثل ما تفضلتي عندنا هذا الشهر الروتين يبتدي يتغير، وبما أن الروتين تغير يعني بيكون نتيجة إيجابية للجسم. فعندنا نحن فترة شهر رمضان وجبتين أساسيات، هن وجبة الإفطار ووجبة السحور. ومهم جدا أن نحن نعرف الممارسات الصحية لوجبة الإفطار وكيف نبتديها وشو معاييرها الأساسية. وجبة أول شيء الالتزام بعض القواعد أساس نتفادى أي مشاكل صحية ممكن نتعرض لها، مثل ما نعرف نحن الأشياء اللي تطلع بعد وجبة الإفطار، الصداع والأسر الهضم والانتفاخات وهي الأمور، أساس ما نتعرض لها نعطيكم بعض الممارسات الصحية. وجبة الإفطار أول شيء لازم نحن نحاول نقسمها لوجبتين، اللي هو الفطور التمهيدي، بما أن نحن الجهاز الهضمي يكون في حالة استرخاء. أيوة. والمعدة تكون في حالة استرخاء. فيوم بني نحن نعطيها الوجبة نعطيها بشكل تمهيدي وأغذية تكون سهلة الهضم كمنبه للجهاز الهضمي إنه يستقبل الغذاء. أيوة، يعني ما نفجع المعدة بمأكولات صادمة. صحيح، مثل شو يعني تقصدين؟ ممكن نحن نبتدي بحبة تمر، من حبة إلى ثلاث حبات تمر مع كوب ماء أو كوب لبن. ممكن نأخذ معها شوربة خضار، هاي الأشياء تكون سهلة على المعدة وتمهد المعدة أنها تستقبل بعدها الوجبة اللي يليها. أيوة. بعد هاي الوجبة التمهيدية يكون وقت الصلاة.
يعني بتكون ما بين تقريبا 20 دقيقة ل 30 دقيقة. نبتدي اللي هو الطبق الرئيسي، والطبق الرئيسي يفضل أنه يكون متوازن فيه جميع العناصر الغذائية. إنزين. نقول فيها وجبة، فيها بروتينات، وفيها كربوهيدرات، وفيها خضار. البروتينات نقدر نحن ناخذها من اللحوم، وطبعا طريقة الطهي تكون جدا مهمة، أنها تكون يا شوي يا سلق، أساس نتفادى كمية الدهون والدسومة في الأكل. والنشويات يفضل أن نحن مثل ما تفضلتي دكتورة، أن الصفرة تكون عامرة ومليانة ومتنوعة، فيفضل أن نحن نختار نوع من كل مجموعة غذائية. يعني إذا أخذنا لحم بناخذ بس لحم، ونخليه الدجاج أو الأسماك ليوم ثاني. بالنسبة للكربوهيدرات مثلا، ممكن اليوم ناخذ الأرز ونخلي مثلا الخبز أو البطاطا للأيام الثانية. بالإضافة ما ننسى الخضار المطبوخة، أو تكون على شكل سلطات. عندنا بالنسبة للسوائل، السوائل وايد مهمة، فلو توضحي لهم، لأن الكثير يتعب من سالفة السوائل هذه، فلو تشرحي لهم الطريقة الصحيحة في شربهم للسوائل. هو طبعا أفضلها هو شرب الماء، أفضل السوائل أساس نبتعد عن الأشياء الثانية اللي هي اللي منتشرة في الوقت الحالي، المشروبات السكرية اللي هي الفيمتو والتانج، وهاي الأمور اللي ما فيها أي قيمة غذائية. ممكن نحن نعوضها للناس اللي ما تقدر أو ما تحب تشرب ماء بكميات، ممكن تأخذ بجانبها عصاير فاكهة طبيعية، أو ممكن نحن نستبدل الفيمتو بالكركديه إذا في مجال مثلا، أو عصير التمر الهندي لأن فيه قيمة غذائية. والماء طبعا يكون على فترات، يعني ما نشرب بكميات ونركز عليها كله ماء في وجبة الإفطار. صحيح صحيح. حاول ما نزيد أكثر عن كوبين فقط، أساس ما يسبب لنا التخمة والانتفاخ. ونقسمها لين وقت السحور، الكثير يلجأ لشرب كمية كبيرة من الماء وقت السحور. يعني احنا ما ننصحهم بهذا الشيء استاذة، يقسمون شربهم للماء من الافطار حتى السحور، كوبين كل نص ساعة مثلا او كل ساعة، هو افضل من انهم يشربون الكمية المقررة من الماء مرة واحدة دفعة واحدة، فكأنهم ما شربوا الماء. استاذة تتفقين؟ نعم بالضبط. وإنه في شيء ثاني اللي هي الحلويات، قد ما نقدر نحاول نأخر الحلويات وما ناخذها مع وجبة الفطر. إذا بناخذها ممكن ناخذها بعد تقريبا ساعتين من وجبة الإفطار، ممكن ناخذ نوع من أنواع الحلويات، أو الأفضل أنها تكون فواكه أو مكسرات كوجبة خفيفة. أستاذة مريم، لو تعطينا نصيحة أخيرة في دقيقة عن شو تنصحين مستمعين الأعزاء عن الإفطار الصحي في رمضان؟ طبعا في ظل الوضع الصحي العالمي الراهن، الناس بدأت الحمد لله تتثقف وتعرف أن التغذية السليمة هي اللي راح ترفع المناعة. والإنسان دائما يفضل أنه ينوع في الأكل، يقدر يأكل كل اللي يباه ولكن بكميات معقولة، ومش كلها في نفس الوقت. أستاذة مريم علي، أخصائية أول في التغذية السريرية، شكرا على المعلومات القيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا.
كانت معنا الأستاذة مريم محدثتنا عن العديد من النصائح اللي ممكن احنا نستفيد منها مستمعينا عشان احنا نكون وجبة الأفطار الصحية. فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله بنكمل حلقتنا لليوم. فاصل قصير وراجع لكم مستمعينا الأعزاء. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل كانت معنا الأستاذة مريم وتحدثت عن طاولة الإفطار وعطتنا بعض النصايح عشان إفطارنا يكون صحي في هذا الشهر الفضيل. من الأشياء اللي ذكرتها الأستاذة إن حلو إن إحنا نقسم وجبة الإفطار لقسمين، قسم يكون تمهيدي عشان نمهد المعدة لكمية الطعام اللي راح تستقبلها في الساعات القادمة. اقترحت إن نبدأ بتمر ماي لبن أو شوربة وبعدين ناخذ بريك وعقبة نبدأ بوجبتنا الرئيسية. وأيضا نصحتنا أن ناخذ الماي على فترات متباعدة وما ناخذها مرة واحدة، ونصحتنا أن نأخر الحلويات لساعتين من وقت الإفطار. هاي كانت بعض النصائح اللي حدثتنا عنها الأستاذة مريم. ومن الإفطار الصحي بننتقل إلى الصداع والصيام. احنا نعرف ان من المشكلات الصحية اللي تصادف البعض خلال الصيام هو الصداع، ولذلك لأسباب مرتبطة. الكثير يقول بسبب ان الشخص يشرب كثير من المنبهات الشاي والقهوة، او ممكن ايضا الصداع يكون بسبب التدخين، او ايضا ممكن من عادات غذائية مختلفة. وعشان نتحدث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا ان تكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ياسمين محمد كمال أخصائي الأعصاب في مستشفى راشد. صباح الخير دكتورة ياسمين. صباح الخير عليكي وعلى كل المستمعين، وكل عام وانتو كلكم بخير يا رب. وانت بألف خير دكتورة. لو تحدثين شوي قبل ما ندخل في العميق، تعطين المستمعين نبذة عن الصداع وأسبابه بشكل عام. طيب خليني الأول أعرف أنواع الصداع، لأن أنواع الصداع متعددة وكثيرة. إحنا كأطباء بنحب نقسم الصداع لنوع اسمه الصداع الأولي، ده البرايمري هيديك، ونوع تاني اسمه الصداع الثانوي السكندري. الصداع الأولي ده أسبابه غير معروفة وغير واضحة بالضبط إيه أسبابه، أما الصداع الثانوي هو الصداع اللي سببه مرض عدوي في الجسم. أنا هركز على الصداع الأولي النهاردة أو الصداع البرايمري هيديك، لأنه أنواعه متعددة كتير. ومن أهم أنواعه المتعددة اللي هو الصداع التوتري أو التنشن تايب. الصداع التوتري ده صداع أكثر شيوعا، نوع الألم نفسه بيبقى ضغط على الرأس في منطقة الجبهة زي الشريط حوالين الجبهة أو باند لايك، ومدته ما بتبقاش طويلة، يعني ممكن تستمر المدة تقريبا 30 دقيقة إلى ساعات. مسببات الصداع التوتري ده ممكن تبقى الإجهاد أو الضغط النفسي أو قلة النوم. دي عادة الأسباب اللي ممكن تسبب التنشن أو الصداع التوتري. النوع الثاني من الصداع الأولي أو البرايمري هيديك المنتشر برضو الصداع النصفي أو الشقيقة، وده منتشر أكتر عند السيدات، تقريبا يمكن نسبة 4-1، يعني 4 سيدات لرجل دي النسبة بتاعته. صداع عادة الصداع النصفي أو الشقيقة ممكن يكون في منطقة نصف الرأس، وممكن يكون منتشر في كل الرأس، يعني مش لازم يبقى ملتزم بنصف الرأس، والألم بيكون نبض أكتر منه أي نوع تاني من الألم، نبض في الرأس. وتستمر مدة الصداع تقريبا 4 ساعات أو أكتر كمان، يعني ممكن يستمر
لمدة يوم كمان أو أكتر. أوكي. وفي أعراض ممكن تصحب الصداع النصفي زي الغثيان، رهب الصوت والضوء. يعني الشخص اللي بيجي له الصداع النصفي لو تعرض لإضاءة شديدة أو صوت شديد يبتدي يحصل له خوف من الأصوات دي لأنها ممكن تؤدي وتؤدي إلى صداع. وفي بعض الإنذارات ممكن تحصل لبعض الأشخاص، يبقى إنذار إنه هيحصل صداع وبنسميها أورا، زي اضطراب في الرؤية ممكن يبتدي يحصل وبعدين يحصل الصداع. واضطراب الرؤية ده بيبقى مدة دقائق بسيطة مش أكتر من كده. طيب مسببات الصداع النصفي إيه؟ برضو نفس الأسباب اللي ممكن واحد يتعرض لها في التنشن أو الصداع التوتري قريبة برضو للصداع النصفي: الإجهاد، قلة النوم، التعرض للإضاءة الشديدة أو الصوت الشديد، تعرض للحرارة، تعرض للروائح النفاذة. وبعض المأكولات برضو ممكن تكون سبب للصداع النصفي، زي مثلا الشوكولاتات، الأجبان الناشفة، المواد الحافظة اللي في الأكل ممكن تعمل حاجات زي كده، والأشياء اللي فيها حمضيات. يعني أحيانا في بعض الأشخاص ممكن العصيرات اللي فيها حمض عالي ممكن تدخل الشخص في صداع نصفي. الشيء الثاني اختلال الهرمونات عند السيدات وقرب الدورة الشهرية للمرأة ممكن برضو يعرضها لحدوث الصداع النصفي. أوكي. برضو اضطراب النوم، السترس، كل ده برضو عرضة انه يعرض الشخص للصداع النصفي. النوع الثالث من الصداع البرايمري او الاولي ممكن يبقى موجود بس اقل من الصداع النصفي او التوتري، اللي هو الصداع العنقودي. اوكي. الصداع العنقودي ده اكثر شيوعا في الرجال، وبيحدث في مواسم. يعني يجي مثلا في فترة تغير الفصول السنة، مثلا في تغير من الشتاء إلى الربيع، يبتدي يحصل فترات كده لمدة أسابيع يحصل فيها الصداع ده، ويتكرر الصداع بفترات مثلا ساعة في اليوم وتتكرر كذا مرة في اليوم. ده بالنسبة للصداع العنقودي. وبيبقى الألم واخد ناحية من الرأس والوجه، يبتدي يحصل دموع في العين وسيلان من الأنف. وده بيبقى الألم حاد جدا بس مدته أقصر ومتكررة. فدول بصفة عامة أكتر الأنواع الصداع الموجودة أو الأشخاص ممكن تتعرض لها. أيوة. طيب دكتورة، احنا عرفنا عن الصداع والأنواع وشو هي مسبباتها، شو علاقة الصيام وظهور الصداع لدى بعض الأشخاص وخصوصا في الأيام الأولى من رمضان؟ حضرتك عارفة في رمضان بيحصل تغير لنمط الحياة بالضبط. يعني ابتداء من ان احنا ما بناكلش أثناء اليوم كله، ونيجي عند وجبة الفطار نبتدي ناكل. فعدم أخذ وجبة لمدة طويلة جدا يعرض الأشخاص وحتى الأشخاص اللي ما بيجيلهمش صداع إنه يحصل لهم صداع. فده إحدى الأسباب. السبب الثاني الجفاف برضو. عدم الشرب المية لمدة طويلة قوي، خاصة لو في الجو الحار، يبتدي يعرض الشخص إنه يحصل له صداع. الشيء الثالث الكافيين وسحب الكافيين. يعني لما نبتدي فجأة الأشخاص بالذات اللي بيشربوا شاي وقهوة بكثرة، وفجأة يحصل توقف للكافيين مع أول يوم رمضان، بالذات في الفترة الأولانية يبتدي يحصل لهم صداع متكرر. الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقول عليها اضطراب النوم. احنا برضو في رمضان يبتدي يحصل تغير في النوم، يعني الأشخاص ممكن يبتدوا بقى يسهروا جامد ويصحوا متأخر، وعدد ساعات النوم بتاعتهم تتغير والتوقيت يتغير. فكل الاضطراب ده هو ده اللي في الأغلب بيسبب الصداع في رمضان. أيوة. طيب هل هناك طريقة معينة عشان إحنا نقي نفسنا من هذه المشكلة دكتورة؟ يبقى الأول لازم نبقى حاطين في بالنا الأسباب اللي سببت في الصداع ده نتفاديها.
صحيح. فنيجي بالنسبة للوجبات، احنا خلاص لازم الصيام فريضة علينا فهنصوم ان شاء الله، بس نيجي مع فترة السحور بالذات لازم تبقى وجبة مهمة جدا، نختار بالضبط شو بنتسحر، يعني ما نتسحر أي شيء، نختار الأشياء المناسبة للصيام دكتورة. صحيح؟ بالضبط. فبعد ما حنفطر إن شاء الله، وجبة السحور دي وجبة مهمة جدا، ولازم نختارها وجبة صحية. وحضرتك كنت عملتي مكالمة مع أستاذة مريم بالنسبة للتغذية. نعم، فوجبة السحور وجبة مهمة، والأشخاص اللي بيفوت وجبة السحور هيبقوا أكتر عرضة إن هم يحصل لهم الصداع، فهي وجبة مهمة بالذات لمرضى الصداع. الحاجة الثانية، من فترة الفطار لفترة السحور لازم نحاول نشرب فيها مية، ومش زي ما حضرتك كنت ذكرتي، مش كمية كتيرة مفاجأة، لا، على من بين فترة الفطار للسحور على قد ما نقدر بنشرب كميات متكررة. صحيح. من الماء والسوائل عشان ما يحصلش جفاف تاني يوم. الحاجة الثالثة، سحب مادة الكافيين يفضل انه يبتدي من قبل رمضان، يعني الواحد يبتدي يحضر نفسه دايما انه في الاسبوع والاسبوعين اللي قبل رمضان يبتدي بالتدريج، لو هو بيشرب قهوة او شاي كتير يبتدي يقلل كميتها، بحيث لما ان شاء الله يخش عليه رمضان يبقى خلاص الجسم اتعود على ان كمية الكافيين الموجودة بقت بسيطة جدا، وعدى فترة الاعراض السحب اللي ممكن تحصل للجسم. النوم في رمضان لازم نلتزم بيه بعدد الساعات اللي الجسم متعود عليها والتوقيت، يعني مش معنى ان رمضان جه ان احنا نفضل سهرانين لمدة طويلة، لا، احنا المفروض ننام في الميعاد بتاعنا ونصحى على السحور نتناول وجبة السحور، وما نغيرش في عادات النوم بالذات لو احنا عندنا صداع وابتدى يزيد مع رمضان، يبقى لازم نلتزم بعدد الساعات والتوقيت بتاع النوم بتاعنا. طبعا في اشياء تانية الواحد ممكن يعملها زي الاقلاع عن التدخين، دي حاجة مهمة جدا. يبتعد عن الوجبات اللي ممكن تتسبب في الصداع. طيب ايه هي الوجبات؟ زي ما قلت لحضرتك كل شخص مختلف، يعني في اشخاص ممكن بعض الوجبات ما تسبب لهمش الصداع، لكن اشخاص تانية لا، وجبات معينة بالذات معروفة ياكلها بعد ساعة ساعتين يحصل له الصداع، فلازم يتفادى الوجبات دي عشان ما يخشش في نوبات الصداع. في طبعا علاجات للصداع، بس دي للأشخاص اللي عندها صداع بقاله فترة ومزمن، بيبتدوا يشوفوا الطبيب المختص عشان يشوف إيه العلاج المناسب للصداع. أنا عن تجربة شخصية دكتورة، لأني أنا من النوع الأشخاص اللي متعودين يشربون القهوة أول الصبح، وأنا يعني أعترف أني أنا مدمنة قهوة. فقبل أسبوعين من دخولنا للشهر أنا أبدأ تدريجيا أقلل من شربي للقهوة، خصوصا القهوة الصباح هذه، أحاول أأخرها كل مرة ساعة ساعة إلين ما أوصل لشربي للقهوة إلين الساعة 2 أو 3 أو حتى 4. فبالنسبة لي الصداع الأيام الأولى هذه أنا ما أعاني منها، لأني أنا تدريجيا بديت أخفف من شربي للكافيين قبل أسبوعين من الصيام، فأنا شيء اتجنبت مشكلة الصيام الصداع مع الصيام. بالنسبة لي هاي كانت تجربتي الشخصية دكتورة، مثل ما أنت قلتي أنا عرفت السبب فاتفاديت السبب، وهاي الطريقة أنا حميت نفسي من الصداع. الحاجة الثانية اللي أحب أضيف إليها دي، ودي بصفة عامة، نمط الحياة الصحي، يعني الهيلثي لايف ستايل، إنه الأشخاص يبقوا غير الغذاء الصحي والنوم والابتعاد عن التدخين، الرياضة مفيدة جدا لأشياء كتيرة من ضمنها الصداع. صحيح. بس مش الرياضة بمعنى إن الواحد يعمل مرة ومرتين، لا، يبقى نمط الحياة، إن يحط الرياضة جزء من نمط الحياة، لأن الرياضة نفسها الجسم الرياضي بيبتدي يفرز مواد طبيعية في الجسم، المواد دي بتحسن المزاج العام وبتقلل إحساس الجسم بالألام، فيبتدي الجسم يتحمل الأشياء البسيطة زي الصداع، ألام الظهر، الأشياء دي يبتدي الجسم ما يحسش بيها قوي. فأنا دايما بنصح بالرياضة، والرياضة مش مرة أو مرتين، لا، يبقى جزء من نمط الحياة، لأنها مهمة جدا في أشياء كثيرة من ضمنها تفادي الصداع أيضا.
طيب دكتورة ياسمين، هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين عن الصداع والصيام، وكيف ممكن إحنا نتعامل مع حالات الصداع هذه؟ يعني زي ما قلنا إن شاء الله الأكل هيبقى صحي، هنحاول نعمل رياضة، لما يقدرش يعمل رياضة قبل الفطار يقدر يعملها بعد الفطار، شرب المية بكميات متعددة، مش لازم كميات كتيرة مرة صحيح. واحدة، لا كميات بسيطة بس متعددة بعد الفطار لحد وقت النوم. إذا حصل صداع ممكن قليل من القهوة أو الشاي بعد الفطار، الإفراط في القهوة والشاي يسبب الصداع، فقليل منها ممكن يحسن شوية الصداع. في أدوية موجودة مش محتاجة وصفات برضو أخدها، بس مش الإفراط فيها، لأن الإفراط في الأدوية برضو ممكن يسبب صداع طبعا. أخذ بعض الأدوية بدون وصفات ممكن يحسن الصداع. لو بالرغم من كده الصداع بيبقى مستمر، ساعتها ممكن نتوجه للأطباء المختصين، وساعتها ممكن الطبيب يشوف سبب الصداع ونوعه ويبتدي يعالجه كمريض للصداع. الأشخاص اللي بيجي لهم صداع متكرر مدة طويلة ويبتدي يستمر معهم أكثر من عدد من الأيام معينة في الشهر، يعني بنتكلم في الصداع المتكرر دي أكثر من 15 يوم في الشهر، ده محتاج علاج، فلازم يتوجه لدكتور مخ وأعصاب وساعتها يعمل له فحوصات ويشوف العلاج المناسب، لأنه دلوقتي في علاج يحسن مرضى الصداع اللي بيجي لها صداع مزمن متكرر. في عيادات أنتم مخصصينها لهذا الشيء دكتورة صحيح؟ عيادات الصداع نعم. متخصصة في فهم أسباب الصداع وتدخلون في العميق وعشان تعرفون بالضبط سبب الصداع اللي يعاني من الشخص وممكن يعاني منه لسنوات أيضا دكتورة. نعم احنا في عيادات في هيئة الصحة عيادات متخصصة للصداع يس. وموجودة مش بس في مستشفى راشد، بس في العيادات تبع هيئة الصحة في دبي. أيوة. ومتوفر لدينا كل العلاجات اللي موجودة في كل الدول، فالحمد لله في إمكانية لعلاج الصداع، ويمكن من 2017 الأمور اختلفت تماما من ساعة لما ابتدينا عيادة الصداع. وده خبر كويس لكل مرضى الصداع، لأنه دلوقتي بوجود العيادة دي بيبقى سهل قوي أنه المريض يوصل للطبيب وياخد العلاج أول بأول ويتابع، بحيث أنه ما يعودش بقى سنين من الصداع يعاني منها، لا بعد فترة بسيطة من المتابعة الأمور بإذن الله تتحسن للمريض. دكتورة ياسمين محمد كمال أخصائي في الأعصاب، يعني المعلومات اللي أعطيتينا اليوم جدا قيمة وجدا مفيدة وفي صلب شهر الفضيل، شكرا على وقتك الثمين جدا ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية دكتورة. أشكرك وكل عام وأنتم بخير. شكرا. كل عام وانت بخير ورمضان مبارك علينا وعليك. كانت معانا الدكتورة ياسمين وحدثتنا عن الصداع والصيام، تلخيصا للمعلومات اللي اعطتنا اياها الدكتورة، شرحت لنا عن انواع الصداع ومسببات الصداع، واعطتنا معلومة جدا مهمة عن الصداع اثناء الصيام، ان احنا جدا مهم علينا ان احنا نعرف السبب اللي يؤدي لإصابتنا بهذا الصداع. إذا إحنا عرفنا السبب إحنا نقدر نتفادى إصابتنا بالصداع أثناء صيامنا. أنا بالنسبة لي كانت المنبهات، فأنا قبل الصيام بأسبوعين خففت من المنبهات والحمد لله ما عانيت من الصداع في الأيام الأولى من رمضان. جدا مهم بعد قالت إن إحنا نحافظ على نمط حياة صحي، نحافظ على شرب كمية كافية من المياه، نمارس الرياضة أيضا بشكل صحيح ودائم، وأيضا نصحتنا أن نحافظ قدر المستطاع على نمط النوم عندنا أيضا عشان إحنا نتجنب إصابتنا بالصداع أثناء هذا الشهر الفضيل.
طبعا كانت هذه حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء. قبل ما نختم حلقتنا أنا حابة شوي أحدثكم عن شو يصير لجسمك أثناء أنت تصوم. أنت لما تدخل في حالة صيام تمتد لأكثر من 8 ساعات، جسمك أول شيء يبدأ في الحصول على الطاقة من الجلوكوز اللي مخزنينه في الكبد والعضلات، ولما يخلص هذا الجلوكوز يبدأ الجسم في استخدام الدهون للحصول على الطاقة. وبعد فترة طويلة من الصيام هذا الدهون هذه ممكن تؤدي إلى فقدان للوزن، فجدا مهم أن احنا نستغل هذا الشهر الفضيل في أن احنا يكون يعني هذا الشهر كبداية لتبني أنماط حياة صحية، ويكون الدافع لنا أن احنا نستمر في حفاظنا على حياتنا الصحية مع الصيام. هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعينا الأعزاء، كل الشكر لحسن استماعكم، لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة في دبي. أشكر اليوم كانت معنا في التنسيق الأستاذة إسراء الهاشمي. كل الشكر أيضا للمخرج المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن سرحيل. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بالصحة وسعادة، ومع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.